النهاردة بنبدأ المحاضرة الأولى من المارين ناتشورال برودكتس. فيها هنتكلم عن الأوتلاينز الخاصة بالمارين ناتشورال برودكتس. إيه اللي استفاده الطب واستفادته الصيدلة من المارين ناتشورال برودكتس؟ أول حاجة هنتكلم عليها النهاردة إن لما آدم نزل على الأرض وبعد كده أولاده بدأوا يدوروا على أكل، يدوروا على شيلترز، يدوروا على ميديسن، لأنهم بدأوا يصابوا بأمراض. لقوا غاياتهم في الهيربال ميديسن. بدأوا يستخدموا الهيربال ميديسن for treatment of different diseases and ailments. طبعا هم الهيربال ميديسن استمر لأواخر القرن التاسع عشر ان هو المين تايب اوف ميديسن قدام الناس بصفة عامة. سنة 1897 شركة باير صنعت الاسبرين او الاستايل ساليسيليك اسيد، وكانت دي بداية ثورة الكيمياء الصيدلية لتصنيع ادوية لعلاج كل الامراض بصفة عامة. طبعا الناتشورال برودكتس او الناتشورال كومباوندز كانت هي الفارماكوفورز او الليد دراجز بصفة عامة. بدأوا يعملوا موديفيكيشن في الاستراكشر الخاص بالناتشورال برودكتس، سواء سيمي سينسز او توتال سينسز. يعني كمجرد مثال، المورفين مثلا كمثال اتصنع منه ديريفاتيفز كتير قوي، او كان هو الفارماكوفور او الليد دراج وتصنع النالوكزون والنالورفين وحاجات كتير والميثادون عشان يقللوا السايد افكتس الخاصة بالمورفين. ولكن بعد كده في نهاية القرن العشرين بدأ يظهر مشاكل بالنسبة للكيميكالي سينسايزد كومباوندز، أو اللي احنا بنسميها كونفنشنال أو ويسترن ميديسن. بدأ يظهر أنتي بيوتيك ريزيستنس، بدأ يظهر أنتي كانسر دراج ريزيستنس، بدأ يظهر أنتي انفلاماتوري دراج ريزيستنس، نتيجة ان الميكروبس بتبدأ تشتغل بطريق تاني تصنع به البرايمري ميتابولايتس بتاعتها، فبالتالي او بتمنع مرور المواد داخل الخلايا بتاعتها، فبدأ يظهر الانتي بيوتيك ريزيستنس بديفرنت ميكانيزمز. طبعا زي ما احنا عارفين بدأ العلماء يبصوا حواليهم، طب ما الاوشنز والسيز بتمثل لنا حوالي اكتر من 70% من سطح الارض، طب ليه احنا اصلا ما نستفدش من الحاجات الموجودة او المخلوقات الموجودة في البحار والمحيطات بحيث ان احنا ممكن نطلع منها ادوية جديدة. ولكن كان في عائق هنا الى بداية السبعينات، ان ما كانش في سكوبا دايفنج او سكوبا دايفرز، ما كانش موجود في مارينز او سب مارينز، او ما كانش في اللي هي سب ميرسبولز او الغواصات. كان بيجمع الانسان العينات بحاجة اسمها انترا تايدل، يعني مجرد ان هو ينزل برجله في المية ويجمع الحاجات اللي يقدر يجمعها. يا اما كان موجود في حاجة تانية اسمها سنوركلينج. سنوركلينج ده لا يتعدى حوالي 15 فيت، يقدر ينزل تحت المية يجمع العينة وبعد كده يطلع. لو انا عارف برضو من المشاكل اللي كانت بتقابلنا حتى قبل السبميرسبولز، ان الدايفرز ما يقدروش يغطسوا لعمق اكتر من 100 فيت. ايه السبب؟ السبب ان هو لو بدأ يغوص لعمق اكتر من 100 فيت، انا عارف ان هو شايل اير تانك على ظهره هنا بيتنفس منه. الاير طبعا احنا عارفين ان اكتر من 70% منه تقريبا حوالي 73% نيتروجين. النيتروجين من الكاركترز بتاعته انا تحت عمق اكتر من 100 فيت، فمؤكد ان في بريشر عالي. البريشر العالي بيزود ان النيتروجين يبقى ليكويد، ده بيزود السولوبيليتي بتاعته كمان في البلاد. زود السولوبيليتي في البلاد يبقى معنى كده ان نسبه النيتروجينس كومباوندز او النيتروجين جاز زادت في البلاد، ده بيسموها ازوتيميا. ازو اللي هي نيتروجين باللاتيني، حتى جاي منها ازوت، وتيميا طبعا اللي هي انكريزمنت اوف نيتروجين بيرسنتج ان بلاد. ده بيعمل ايه؟ طبعا النيتروجين يزيد في البلاد يبقى مؤكد في الحاله ديت ان نسبه الاكسجين هتبدا تقل في البرين، وبالتالي هيبدا الشخص اللي موجود عندي يبقى استاجرد، بيحصل حاجه اسمها ناركوتيزم، وبالتالي مش هيبقى مركز. مش هيبقى مركز ده كمان لما يجي بعد كده يطلع
بعد ما كان بيغوص تحت اكتر من 100 متر لما يجي يطلع مرة تانية فوق، اللي هيحصل ان هنا نسبة النيتروجين سولوبلايزيشن في البلد هتبدأ تقل. يعني معنى كده ان هو كان ليكوفايد او ليكويد نيتروجين، لا ده بقى البريشر قل عليه، هيبدأ يتحول لجاز، هيبدأ يحصل حاجة زي ايفوليوشن او فوران للنيتروجين من البلد، وبالتالي ممكن يحصل امبوليزم، وبص يحصل امبوليزم طبعا، وبالتالي هبص الاقي الانسان اللي موجود عندنا ممكن يموت بسهوله جدا، ودي حصلت مرات كتير قوي. يعني يبقى معنى كده الانسان ما يقدرش يغوص اكتر من 100 فيت بالسكوبا دايفنج. عشان كده طبعا بعد كده المارين ناتشورال برودكتس يعتبر مودرن ساينس، لان الحاجات دي كلها اول حاجه ما كانش فيه سكوبا دايفنج قبل السبعينات، ما كانش فيه سبميرسبلز قبل السبعينات، فبالتالي ما كانش بيقدر يحصل على العينات بتاعته. ده قبل السبميرسبلز كمان ما كانش يقدر الانسان يغوص اكتر من 100 فيت. طبعا انا عارف كويس قوي ان الانفايرمنت اللي موجوده في الاوشنز وفي السيز مختلفه عن الانفايرمنت اللي احنا عايشين عليها، وبالتالي هبص الاقي في كومباوندز اكسايتنج نيو مش كانتش موجوده اصلا على النباتات اللي هي احنا عارفينها على الارض، زي مثلا على سبيل المثال الهالوجينيتد مونوتربينز. هالوجينيتد مونوتربينز من الكاركترز بتاعتها انها مش موجوده الا في المارين ناتشورال برودكتس. هبص الاقي في يوزفول كيمستري زي ما نيجي نتكلم، ده في حاجات فيها بولي بيبتايدز كتير. بولي بيبتايدز من الكاركترز بتاعتها انها زي الانزيمز وزي الهرمونز، بتمثل هرمونز مثلا كاكزامبل او مجرد كيميكال ترانسميترز، فبالتالي هتاثر على حاجات كتير قوي هنيجي نتكلم عليها بعد كده. طبعا انا برضو عشان نبقى عارفين المفروض ان في اكتر من 12,000 كومباوند isolated من المارين كرييتشرز. طب هل ال 12,000 كومباوند دول انا استفدت منهم؟ هو يعني عشان نكون صادقين المفروض ان لحد دلوقتي في 10 ابروفد فارماسيوتيكال كومباوندز بقوا ادويه موجوده في الصيدليات وبتتوزع في السوق وهنتكلم عليهم. في 22 كومباوند ما زالوا في الليت كلينيكال ترايلز، خلاص المراحل النهائيه يعني، خلاص قربوا يبقوا ابروفد. وبس عشان نكون عارفين ان المفروض اي كومباوند عشان يبقى ابروفد وماركتد المفروض الموضوع ده بياخد من 30 ل 40 سنه. واكزامبل اللي هي التاكسول، التاكسول تم الايزوليشن او فصله من التاكسس سبيشيز سنه 1962، ابروفد سنه 1995، يعني في 33 سنه كان في تيم كامل من جامعه مينيسوتا كان شغال عليه لحد ما فصل. هو انا المفروض في الاول خالص انا بجيب العينه بتاعتي عشان نكون عارفين، بعد كده المفروض ان انا ببدا اعمل لها سكريننج، هل لها بيولوجيكال اكتيفيتي ولا ملهاش. بعد كده المفروض ان انا بكتشف الكومباوند اللي موجوده عندي او بعمل له ديسكفري او ايزوليشن. بعد كده المفروض ان انا بشوف الايه الاستراكشر بتاعه، هل انا ممكن اعمل فيه اوبتمايزيشن او بنسميه اصلا يعني بتخذ الدراج ده كليد دراج او فارماكوفور، وبناء عليه المفروض ان انا ببدا اعمل ستادينج للاستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب لحد ما بوصل للاوبتيمم كومباوند اللي هو ليه هايست بيولوجيكال اكتيفيتي ولوست سايد افكتس. بعد كده المفروض ان انا بعمل على الكومباوند بتاعي دوت اللي هو الفارماكو داينامكس والفارماكو كاينيتكس، بشوف عمليه الابزوربشن، بشوف عمليه الديستريبيوشن، بشوف الميتابوليزم اكسكريشن تيستس او بعمل الاختبارات اللي موجوده عندنا دي. طبعا لحد ما بعمل اوبتمايزيشن برضو للفارماكو داينامكس والفارماكو كاينيتكس ببدا اعمل دوسج فورم معينه وابدا اشتغل بالكلينيكال ترايلز. كلينيكال ترايلز طبعا عشان اشوف الافكتيفنس واشوف السايد افكتس على اللونج ران. طبعا احنا عارفين في مينلي 5 كلينيكال ترايلز فيزز. بعد ما الدراج يعدي الستبس دي كلها المفروض بيبقى هو نيو دراج ابلكيشن فور ابروفل، ان المفروض ان انا بعمل ابلكيشن عشان الدراج اللي موجود عندنا دوت اشوف هل بعمل له ابروفل وبعد كده بعمل له ماركتنج. طب هل ممكن الدراج اللي موجود عندي يعني يعدي كل الستبس وفي الكلينيكال ترايلز يقع؟ في اكزامبلز كتير قوي والاسباب كتير برضو عشان نكون عارفين. يعني ممكن اكزامبل مثلا انستابيليتي، يعني انا اجي احضر الدراج بتاعي ده شغال كويس قوي على الخلايا بره مثلا كانتي كانسر او سايتوتوكسيك او اي حاجه،
ودي اكزامبل لها حاجه كومباوند كان اسمه الكيوراسين ايه. بعد كده اجي استخدمه ان فيفو او داخل جسم حيوان او جسم انسان، ابص الاقي الكومباوند ما بقاش اكتف خالص، بيتكسر، بيكسر اول ما حتى لما اعمل له انجكشن ثرو الانتروفينس انجكشن، هو البادي اللي عندنا بيكسره خلاص، اتكسر ما بقاش ليه اصلا فارماكولوجيكال اكتيفيتي. يعني برضو عشان نكون عارفين، في كومباوند مثلا اسمه الفيد ارابين. الفيد ارابين دوت المفروض ان هو كان اتفصل من سبونج او سموه ار سي، وده فيري سترونج انتي فايرال. ده اللي بعد كده عملوا له موديفيكيشن وطلعوا منه اللي هو الزيفروكس، او اللي احنا بنسميه اسايلوفير. طيب ازاي اعمل كوليكشن السامبلز موجوده عندي من المارين اورجانيزمز؟ الحاجه الاولانيه، لو السامبلز الموجوده عندنا قريبه من الشاطئ او نير الشورز، ممكن اعمل حاجه اسمها سنوركلينج. سنوركلينج ان انا باخد السنوركل بتاعي، باخد الفينز ومجرد يعني بغوص تحت سطح الميه تقريبا لحوالي من 10 ل 15 فيت، بجمع العينه وبطلع مره تانية. الحاجه الثانيه، لو السامبلز الموجوده عندنا ديبر يعني اعمق شويه، يبقى معنى كده ان انا ممكن هستخدم حاجه اسمها سكوبا دايفنج. والسكوبا دايفنج اللي موجود عندنا انا بستخدم اير تانك وفينز وسنوركل. المفروض السكوبا حاجه بيسموها سيلف كونتيند اندر ووتر بريزنج اباريتس. دي من انا ممكن اعمل دايفنج اب تو 100 فيت واجمع العينه بتاعتي. لو السامبلز مور ديبر اكتر من ال 100 فيت، ففي الحاله دي لازم استخدم السبمارين او استخدم السبمرسبلز اللي هي تعتبر الغواصات، ودي من الاشهر وحدات الغواصات اللي موجوده لتجميع العينات على مستوى العالم، موجود في كاليفورنيا في سان دييغو. طيب انا المفروض ان انا عشان يعني اكتشف دواء من المارين كرييتشرز او المخلوقات البحريه دي هعمل ايه؟ في الاول خالص طبعا انا المفروض ان انا بجيب العينه بتاعتي وبعدها بعمل لها اكستراكشن. وانا ليه بعمل اكستراكشن مينلي باورجانيك سولفنت؟ وعشان نكون عارفين ان الاكتف كونستيتوينتس اللي موجوده في اي مخلوقات بحريه بيبقى محتفظ بيها في جسمه، ما بيفرزهاش في الميه. يبقى معنى كده ان مينلي الكومباوند دي هتبقى اصلا لايبوفيليك. لايبوفيليك عشان ما تطلعش بره جسمه على الفاضي وعلى المليان زي ما بنسميها. طيب يبقى معنى كده بدام لايبوفيليك يبقى انا لازم استخدم اورجانيك سولفنت اثناء عمليه الاكستراكشن. يعني معنى كده انا بعمل هوموجينايزيشن او بطحن الحاجه اللي موجوده عندي وبعد كده بحطها في اورجانيك سولفنت. ومين اللي هنتكلم عليها بعد كده؟ يعني انا ممكن استخدم مثلا ميثانول ومعاه ميثيلين كلورايد كسولفنت. استخدمت هنا الاورجانيك سولفنت زي ما قلنا من مده شويه، لان الكومباوندز البايو اكتف كومباوندز مين اللي بتبقى اورجانيك كومباوندز، فبتبقى لايبوفيليك يعني مش هيدروفيليك. وبالتالي لو جه واحد يقول لك ايه ده انا هعمل اكستراكشن بووتر عشان اشوف البايو اكتيفيتي، يبقى معلش دوت انسان لسه ما درسش المارين ناتشورال برودكتس. الحاجه الثانيه اللي موجوده عندنا، خلاص انا عملت اكستراكشن بسولفنت معين، المفروض ان انا ببدا اعمل سكريننج. بعمل سكريننج ايه؟ يعني بشوف هل الاكستراكت اللي موجود عندي دوت ليه اكتيفيتي ولا ملوش. هي الحاجه المين سكريننج تيست اللي موجود عندنا اللي هو البراين شريمب، او اللي احنا بنسميه اصلا الجمبري الصغير. الجمبري الصغير اللي موجود عندنا دوت المفروض ان انا بجيب بيتري ديشز وبحط فيها اوشن ووتر. هو المفروض بيبقى فيه سولت كده احنا بنحضره اصلا بندوبه في ميه، وهو ده بيسموه اوشن ووتر. بعد كده بحط فيه الاجز بتاعت الشريمبس، بيبدا يحصل هاتشنج ويطلع البراين شريمب اللي هو يعتبر حجمه صغير. بحط عليه الاكستراكت اللي موجود عندنا. الاكستراكت اللي موجود عندنا هنا لو موت البراين شريمب يبقى مؤكد ان الاكستراكت ده فيه حاجه لها هتبقى بعد كده بروميزنج، او ممكن استخدمها بعد كده كدواء. ما انا عارف ان انا حاطط هنا دوز كبيره، دوز كبيره. انا عارف ان كل الادويه بصفه عامه زي مثلا على سبيل المثال الديجيتالز، الديجيتالز او الدايجوكس، لو انا اديت لشخص منه جرعه كبيره هيموته. لو انا استخدمته بجرعه صغيره مثلا 5 مايكرو جرامز هبص الاقي موجود عندي ان هو كارديوتونيك. يبقى مؤكد في الحاله ديت ان انا هنا بعمل سكريننج، بحط دوز كبيره، فلو موت البراين شريمب بيبقى مؤكد في الحاله ديت ان الاكستراكت اللي موجود عندي ده فيه حاجه بروميزنج، مثلا ممكن يبقى سايتوتوكسيك مثلا،
ممكن يبقى موجود عندنا انتي فايرال، لان انا عارف ان الادويه لما زودت الدوز الخاص بيها يبقى مؤكد في الحاله ديت انها هتبقى اصلا فيتال. يبقى معنى كده ان انا هنا البراين شريمب هو ده اول حاجه بتاكد بيها ان الاكستراكت بتاعي ممكن يبقى ليه بروميزنج بيولوجيكال اكتيفيتي. دي اول حاجه موجوده عندنا. لو البراين شريمب مات او اتقتل يبقى مؤكد ان الاكستراكت ده موجود فيه حاجه عندي ممكن بعد كده يبقى لها بروميزنج اكتيفيتي. طب لو البراين شريمب ما اتاثرش يبقى مؤكد ان الاكستراكت دوت المواد اللي موجود فيها ممكن يبقى مش مفهوش حاجه او في نيوترينتس. نيوترينتس طبعا انا ما يهمنيش بحاجه، يعني مثلا على سبيل المثال في بكتينز، في ميوسلج، في اي حاجه من الحاجات اللي موجوده عندنا اللي هي النون توكسيك. طيب نيجي بعد كده بالنسبه، انا خلاص عملت المفروض سكريننج ولقيت موجود عندي هنا ان في براين شرايم بتوكسيستي، يبقى في بروميزنج كومباوندز. هو انا المفروض ان انا بكون واخد جرانتس من شركات ادويه زي شركه نوفارتس مثلا. شركه نوفارتس تيجي تقول لي والله انا عايز اشوف، يعني عايزين يطلع حاجه انتي كانسر يعني كومباوند جديد، فبتديني جرانت او بتديني فلوس، فببدا اشتغل تبعهم. بجمع 30 عينه من المارين كريتشرز، بعمل لهم سكريننج. لو براين شريمب توكسيستي خلاص يبقى احتمال كبير جدا ان دول هيبقى لهم فارماكولوجيكال اكتيفيتي بعد كده. بعمل ايه؟ خلاص انا جربت البراين شريمب، المفروض ان انا ببعت العينه اللي موجوده عندي ديت للشركه. الشركه بتقول لي والله ده مثلا كم سائل على السيتوتوكسيستي مثلا، ده اكتف. يا ريت بقى تبدا تعمل لنا فراكشنيشن. يعني ايه فراكشنيشن؟ المفروض ان انا بجيب السامبل اللي موجود عندي وبحطه اصلا على بوخنر فانل وبوخنر فلاسك بالشكل دوت كده. بحط هنا المفروض بيبقى موجود عندنا سيليكا جيل، بحط المفروض الماده اللي موجوده عندي، وبعد كده بعمل اليوشن بديفرنت سولفنتس زي ما نيجي نشوف هنا في حاله الفيديو اللي موجود عندنا دوت. هنا ده بيمثل يعني ده معمل موجود عندنا، والمفروض ان انا هجيب كولومن دلوقتي. الكولومن اللي موجود عندي دوت المفروض ان انا بحط فيه الحاجه اللي ادي الكولوم جلاس كولوم، بس التاني هيبقى بوخنر، هيبقى بورسلين، مش هتفرق يعني، انا ممكن اشتغل باي حاجه من الاثنين. بعد كده بقوم حاطط هنا بيس اوف كوتون او قطعه قط، بعد كده بحط ووش ساند، بعد كده بحط الاستيشن بيز اللي انا هستخدمه سواء سيليكا جيل او الومنا، يمين اللي بتبقى سيليكا جيل يعني، هحط هنا سيليكا جيل، وبعد كده هحط مره ثانيه ووش ساند فوق. ادي الاستيشن فيز اللي موجود عندنا، بعد كده بحط اصلا ووش ساند مره ثانيه، بعد كده بحط السامبل بتاعي. بعد كده المفروض ان انا بعمل اليوشن بديفرنت اورجانيك سولفنتس، يعني ببدا بالهكزين مثلا، بعد كده 10% ايثايل اسيتيت هكزين، بعد كده 20% ايثايل اسيتيت في هكزين، 30% ايثايل اسيتيت هكزين. فهيبدا يحصل ايه؟ هيبدا يتفصل لي جروبس من الكومباوندز. زي ما احنا فاكرين مثلا على سبيل المثال ان احنا كنا بنفصل الميثيلين بلو والجينشن فايلوت والثيونيوم ريد، لو احنا فاكرين الكلام ده كله يعني. فهيتفصل الجروبس موجوده عندنا، الجروبس ديت هاخدها وابعتها للشركه بتاعتي اللي موجوده عندنا. هيبقى موجود عندنا فراكشنز، الفراكشنز ديت هيجي يقولوا لي والله ده الفراكشنز اللي انت بعتها ديت فراكشن نمبر مثلا كمثال يعني 2 او 3 او 4 هي اللي اكتف عندنا. الفراكشن دي ممكن يكون فيها عدة كومباوندز، او مثلا 2 كومباوند 3 كومباوند، كل فراكشن من الفراكشن. انا هم جم قالوا لي ده فراكشن نمبر 2 اور نمبر 3 اور نمبر 4 هي اللي بايو اكتف بايولوجيكال اكتف عندنا. المفروض ان انا ببدا اعمل ايه؟ باخد الفراكشن ديت واحقنها في الجهاز بتاع اتش بي ال سي. الجهاز بتاع اتش بي ال سي هيبدا يفصل لي الكومباوند اللي موجوده عندنا. ادي جهاز الاتش بي ال سي، المفروض ان انا بقى هنتكلم عليه بعد كده بالتفصيل. المفروض ان انا بحقن العينه المفروض موجوده عندي. طبعا الاتش بي ال سي هنا انا بستفيد منه بايه يا جماعه؟ احنا فاكرين زمان ان كان موجود عندنا الكروماتوجرافي بصفه عامه، لو انا قللت البارتكل دايمتر بتاع الاستيشن فيز يبقى زودت السيرفس اريا، يبقى معنى كده ان الافشنسي اوف سيبريشن هيبقى احسن. طيب ده انا هنا في حاله الاتش بي ال سي اللي موجود عندنا يا جماعه قللت هنا البارتكل دايمتر اب تو 3 مايكروليتر اللي هو الاستيشن فيز. طب 3 مايكرو لتر ده حجم صغير قوي البارتكل دايمتر، هيبقى يحصل كومباكتنس، هحطه في كولوم ستانلس ستيل، وبعد كده ابدا اعمل ابلكيشن للبريشر. يعني معنى كده ان الموبايل فيز هيعدي من الاستيشن فيز بقوه او بالعافيه يعني زي ما بنسميها. يبقى انا استفدت هنا الحاجه الاولانيه في افشنسي اوف سيبريشن عالي،
والحاجة التانية لما في بريشر استخدم هنا بيضغط الموبايل فيز بحيث انه يعدي من الاستيشن فيز، يبقى مؤكد في الحالة دي يا جماعة ان هيبقى في اليوشن تايم هيبقى قليل. يبقى معنى كده ان انا ممكن اعمل سيبريشن للكومباوندز الموجودة عندنا في وقت صغير، ودي الادفانتجز بتاعت الاتش بي ال سي. اتش بي ال سي بيبقى في افيشنت سيبريشن للكومباوندز الموجودة عندنا، والحاجة التانية اللي موجودة برضو بيبقى موجود عندنا الاناليسيس تايم بيبقى صغير. وانا لو كنت بحلل عينة بتي ال سي لو احنا فاكرين يعني، وبعد كده عملت لها سبوتنج وديفلوبمنت، المفروض ظهر 4 سبوتس. ما هو نفس الكلام اللي موجود عندنا في ال اتش بي ال سي، هيظهر 4 بيكس مثلا، 4 بيكس. يبقى معنى كده ان كل بيك من البيكس اللي موجود عندنا دي ايكويفالنت للسبوت. ادي الايه البيك الاولاني السبوت الاولاني، السبوت التانية البيك التاني، السبوت التالتة البيك التالتة، هنا بالطريقه دي كده. السبوت الرابعه ادي البيك الرابعه. انا المفروض كل ما بتيجي تظهر بيك بقدم تيست تيوب استقبل فيها الويست اللي موجوده عندنا، واستقبل فيها الاليويت اللي موجوده عندي دوت. يبقى معنى كده ان انا بجمع كل بيك في تيست تيوب جديده. يبقى انا عندي ايه 4 بيكس في 4 تيست تيوبس، يبقى مؤكد في الحاله دي طبعا. والويست اللي هي البيز لاين انا ممكن استقبله في بيكر، يعني معنى كده ان كل ما تيجي تظهر لي بيك اقوم شايل البيكر واحط تيست تيوب استقبل فيه العينه دي، اللي هي المانيوال كولكشن. يعني ال اتش بي ال سي عشان نبقى عارفين برده يا جماعه، انا المفروض هنا هي نفس البيزك برينسيبلز بتاعت الكروماتوجرافي. انا لو موجود عندنا هنا ستيشن فيز بولر، يبقى مؤكد في الحاله ديت ان السامبل بتاعي لازم يبقى بولر كومباوندز. طب الحاجه الثانيه، لو السامبل بتاعي اللي انا هحقنه نون بولر، يبقى لازم استخدم ستيشن فيز نون بولر طبعا عشان يعمل له اصلا ادزوربشن او يمسكه بفورس قويه طبعا زي ما احنا فاكرين يا جماعه. الكلام ده هنتكلم عليه بعد كده في الاتش بي ال سي بالتفصيل. يعني ده الجهاز بتاع الاتش بي ال سي. خلاص انا فصلت الكومباوندز مثلا على سبيل المثال، هي الشركه كانت جت قالت لي ده الفراكشن نمبر 2 هي اللي اكتف في السيتوتوكسيستي على البريست كانسر سيل لاين. المفروض ان انا ببدا اخد الفراكشن ديت واشوف فيها كام كومباوند وافصلهم. يبقى انا فصلت 4 كومباوندز، الاربعه كومباوندز بعتهم للشركه تاني، جت قالت لي والله ده الكومباوند نمبر 3 دوت هو اللي ايه هو اللي اكتف. يبقى انا مؤكد في الحاله دي يا جماعه هبدا اعمل استراكشر الوسيديشن للكومباوند اللي موجود عندي. انا بعمل استراكشر الوسيديشن ليه؟ طبعا انا بعمل استراكشر الوسيديشن بحوالي 6 تكنيكس هم معروفين. التكنيك الاولاني اللي موجود عندنا اللي هو حاجه اسمها اليمنتال اناليسيس. الاليمنتال اناليسيس اللي موجود عندي دوت المفروض ان انا ايه بتعرف فيه بالبرسنتج الخاصه بالهيدروجين الكربون النيتروجين الاكسجين الهالوجين، فبناء عليه بعمل مولكولار فورمولا للكومباوند بتاعي. عملت مولكولار فورمولا للكومباوند بتاعي، المفروض ان انا بعد كده اهو المفروض ان انا موجود عندنا 6 ستيبس اليمنتال اناليسيس. بعد كده بعمل يو في، هل اشوف الكومباوند بتاعي فيه كونجوجيتد دبل بوندز ولا ما فيهوش. الانفراريد بتعرف على الفينجر برينت ريجون والفانكشن جروب ريجون. ماسبيك بتعرف على المولكيولر بتاع الكومباوند. الان ام ار بتعرف على التايبس بتاعت البروتونز والنمبرز بتاعتهم، بتعرف على التايبس بتاعت الكربون والنمبر بتاعتهم. الاكس راي ده بقى بيريحني من كل حاجه، لو الكومباوند موجود عندي كريستالاين يبقى مؤكد في الحاله ديت ان انا ممكن اقوم جايب الكومباوند ومعرضه ل اكس راي من ديفرنت بوزيشنز، يعني بعمل روتيشن للكريستال الخاصه بالكومباوند فبيطلع لي 3 دايمنشنال ستراكشر اللي هو الستيريو كيمستري بتاع الكومباوند، وبيتعرف لي على الكومباوند. يبقى انا كده الاكس راي انا ممكن استخدمه بديل لكل الحاجات اللي موجوده عندي اللي كانت قبل كده، اللي هي سواء الليمنتال اناليسيز، اليو في، انفراريد، الماسبيك، الان ام ار. ممكن يغني عنهم لو الكومباوند اللي موجود عندي كريستالاين وبيور كومباوند. انا عملت استراكشر اوكسيديشن. وانا بعمل استراكشر اوكسيديشن ليه يا جماعه؟ لان انا لو موجود عندنا كومباوند مش هقدر افصله بعد كده، لان المارين كريتشرز برضو كمياتها مش مهوله قوي ان انا احضر منها اطنان من الدواء. فبناء عليه بعمل الاستراكشر اوكسيديشن والستيريو كيمستري. الناس بتوع الكيمياء الصيدليه بيبداوا يصنعوا الكومباوند دوت ويبدا يتوفر كسينثيتك كومباوند، وبالتالي طبعا مش هحتاج بعد كده اللي هي المارين اورجانيزمز اللي موجوده عندنا. طيب المارين ناتشرال برودكتس ايه هي البرانشز بتاعتها؟ المارين ناتشرال برودكتس او البرانشز بتاعتها اللي موجوده عندنا هم 4 برانشز بس، كلهم بيتجمعوا في نقطه واحده
ان هم بيفيدوني كصيدلي ان انا بحضر منهم ادويه. يعني اول كلاس موجود عندنا اللي هو المارين توكسنز. المارين توكسنز وهناخد منه اكزامبل واحد النهارده اللي هو التترودو توكسن. لو جينا بصينا بالنسبه للمارين توكسنز بصفه عامه يا جماعه، وانا لو جيت هنا في الحاله ديت مثلا، يعني جبت دبوس مثلا وشكيت ايدي، ايه اللي بيحصل؟ طبعا بيحصل اصلا بين ترانسفير بسرعه جدا وبيوصل للبرين، فالبرين بيقول لي اه والله ده في الم موجود عندك. البرنسبل بتاعه النيورو توكسنز بصفه عامه او اللي احنا بنسميها المارين توكسنز مينلي، هي بتاثر على النيورونز. النيورون طبعا انا عارف ان هو بيتكون من ايه، طبعا احنا فاكرين برضو الكلام اللي احنا خدناه قبل كده في الفيسيولوجي. ادي النيورون او النيورون سيل اللي موجود عندنا. هنا ببص الاقي موجود عندنا طبعا زي ما احنا عارفين الدندرايتس، ودي هي المسؤوله على عمليه اصلا ان بتنقل النيورون ترانسميترز بصفه عامه. في سيل بادي، في اكزون، في اكزون تيرمينال بصفه عامه. هنا ببص الاقي موجود عندنا طبعا ديت الجزء اللي موجود عندنا دوت بيتجمع موجود فايبرز، بيبقى موجود عندنا اصلا النيرف نفسه. النيرف نفسه بيوصل للسباينال كورد وبيوصل بعد كده للبرين طبعا. وانا لو جيت بصيت بالنسبه لاول حاجه موجوده عندنا اللي هو التترودو توكسين. التترودو توكسين اللي موجود عندي دوت هو جاي منين؟ كان في سمكه في اسكندريه كده اسمها البافر فيش، اللي هي بيسموها السمكه البالونه او السمكه الارنب. المفروض انها لها اربع اسنان بالشكل دوت كده. الاربع اسنان اللي في المقدمه ديت بيسموها تترا، تترا يعني اربعه. اودونتي، اودونتي اللي هي ايه من كلمه لاتينيه اللي هي دنتال جايه من الاسنان، يعني فورمز شكل، يعني يبقى شكلها على اربع اسنان المقدمه بتاعت الفم بتاعتها. عشان كده سموا الكومباوند اللي هو طالع منها حاجه اسمها تترودو توكسين. وبالمناسبه طبعا يا جماعه التترودو توكسين دوت المفروض ان هو اتفصل من السمك اللي هي البفر فيش او يسموها الرابت فيش، بس في نفس الوقت لقوها ان هو موجود في مخلوقات بحريه تانية. يعني على سبيل المثال لو هو موجود في الاكتوباسز او الاكتوباس، لقوه برضو في اللي هو الاخطبوط، ولقوه ده كمان موجود في سيرتن تايبس من السلامندرز. السلامندرز اللي هي نوع من انواع اصلا الليزردز او انواع من انواع السحالي. يعني كان تقريبا على ما اذكر في ناس قاعده في واحد سيوه قاعدين بيشربوا شاي، وكان في نوع من انواع الليزردز موجوده في قلب الغلاي اللي هم بيعملوا فيه شاي. اول ما شربوا الشاي لقوهم هم الاربعه ميتين. لما جم عملوا اناليسيس لقوا ان الكومباوند اللي موتهم هو تترودو توكسين. يبقى معنى كده تترودو توكسين ده موجود في مخلوقات كتير قوي. هل ممكن ده يحصل فعلا؟ هو هيحصل امتى؟ لو كان في مايكرو اورجانيزم ممكن يعيش على الجلز ويعيش على السكن ويعيش في الجي اي تي بتاعت البفر فيش، ويعيش في نفس الوقت على الاكتوباس، ويعيش في نفس الوقت على السلامندرز دي. يبقى معنى كده ان الترو بروديوسر الخاص بالتترودو توكسين هو مش سمكه البفر فيش، ولكن في الحقيقه هو نوع من انواع المايكرو اورجانيزمز بيعيش عليها. التترودو توكسين اللي موجود عندنا دوت عباره عن ايه؟ هو المفروض ان هو عباره عن صوديوم تشانل بروكر. هو الاستراكشر بتاعه احنا مش مطالبين بحفظ حاجه برضو، ولكن هنا بيبقى موجود عندنا فيه اصلا ايثر جروبس زي ما احنا شايفين، في الكحول جروبس، موجود فيه اصلا يا جماعه جوانيدين جروب. الالكحول جروب والايثر جروبس اللي موجود عندنا دي كانت بولي كيتايلز، يعني معنى كده ان دي كانت كربونيل قبل كده، ودي كربونيل، ودي كربونيل، ودي كربونيل، بس حصل ريدكشن وتحولت لالكحول. وبعد كده مثلا حصل عمليه اصلا الكول الكول رياكشن ودتني ايثر. الجوانيدين جروب جايه اصلا من الارجينين امينو اسيد. يبقى معنى كده هنا لو انا جيت بصيت بالنسبه للايثر جروبس عشان نكون عارفين برضو يا جماعه اللوكال اناستيكس مين اللي في جروبس كده بتبقى مسؤوله عن اللوكال اناستيزيا، ودي اكزامبل منها. لو في ايثر جروبس بكثره في كومباوند يبقى ده احتمال كبير جدا يبقى لوكال اناستيك. الحاجه الثانيه اللي موجوده عندنا او يبقى صوديوم شانل بلوكر بالعربي كده. الحاجه الثانيه اللي بقول لو في بوليفين، الحاجه الثالثه لو في جوانيدين جروب. هنا انا ببص الاقي في جوانيدين جروب، في ايثر جروبس، يبقى مؤكد ان هنا بيحصل سينرجيزم، والكومباوند اللي موجود عندي ده هيبقى فيري سترونج صوديوم شانل بلوكر. حتى تترودو توكسين النهارده في شركه كنديه بدات بتنتجه خلاص اسمها شركه ويلكس، وسمته هال نيورون، وهتبدا طبعا يتوزع بعد كده في السوق العالميه بصفه عامه. وعشان نكون عارفين يا جماعه هو صوديوم شانل بلوكر زي ما احنا شايفين هنا
ادي الصوديوم تشانل بيدخل كميه صوديوم كتير جدا، يبقى معنى كده ان هنا مادام لو في صوديوم بيدخل هنا التترودوتوكسين بيعمل ادهيجن او بنسميه اصلا ليجند، وبيتفاعل مع ريسبتور او بيحصل اصلا بيدخل على ريسبتور موجود عندي هنا على الصوديوم تشانل وبيعمل لها بلوك اصلا او بتقفل، عمل لها بلوك او قفلت، يبقى خلاص مفيش صوديوم بيدخل جوه، يبقى مفيش بولاريزيشن وديبولاريزيشن والكلام اللي احنا عارفينه ده كله، مفيش بين ترانسفير. التترودوتوكسين من الكاركترز بتاعته ان هو لقوه يا جماعه ان هو بيمنع البين ترانسفير او بيعتبر بين كيلر مور سترونجر ذان المورفين باي 3000 تايمز، يعني 3000 مره اقوى من المورفين. طبعا عشان كده المفروض النهارده هم خلاص هيبدا ينتج عشان الناس اللي عندها كانسر بصفه عامه او بيتعالجوا بكيموثيرابي كحاجه بين كيلر بالنسبه للجسم كله، فمش هحس بجسمي خلاص، اول ما احس بالم هاخد انترافينس انجكشن لاوبتيمم دوز، وبالتالي هبص الاقي موجود عندي جسمي كله مش حاسس بيه، فلو في اي الم مش هحس بالالم اللي موجود عندنا دوت. ده بالنسبه لايه للمارين توكسينز الاولاني ده اكزامبل لها اللي هو التترودوتوكسين اللي موجود عندنا. بنيجي بالنسبه لحاجه تانية او البرانش التاني، بمعنى كده المارين توكسينز ممكن استفيد منها، وهنتكلم على اكزامبلز بعد كده كتير قوي، ان انا كلهم ممكن احولهم بدل ما هم سموم احولهم لدواء فيبقى موجود عندي مارين دراج. الحاجه التانيه اللي موجوده عندنا اللي هي المارين فارماسوتيكلز، المارين فارماسوتيكلز ودي هنتكلم عليها برضو كمجرد كذا اكزامبل، بس هناخد منهم اكزامبل النهارده لان بنتكلم عن انتروداكشن. كان المفروض في عالم كده فلبيني سافر جامعة يوتا في الولايات المتحدة، كان شغال بقى يعني بيفصل على شغال بايو كيمستري يعني، فبدأ افتكر حاجة ان هو موجود يجيب توبك جديد او بروبوزل جديد او ريسيرش توبك جديد، فافتكر ان هو صغير كانوا بيجيبوا نتس كده او شبكة ويحطوا فيها نوع من انواع السنيلز بيسموه اصلا كون سنيلز او اللي هي القواقع المخروطيه بيسموها كده بالعربي. الكون سنيلز دي كانت بتساهم اصلا كفيش بي، يعني بتساهم كطعم للسمك، بيقوم حاطط الايه الكون سنيلز في الشبكه، السمك يجي يقرب من الكون سنيلز يقوم الكون سنيل لادغ السمكه، بيفرز ماده هنتكلم عليها دلوقتي، هم لقوها ان هي بولي بيبتايد يعني او بولي بيبتايدز يعني لانه ميكسر من كذا حاجه، فالسمكه بعد كده بتصاب بانها بتتشل، فبالتالي ما بتقدرش تعوم، فبالتالي الولد بسهل جدا ان هو يمسك السمك اللي موجود ده. فهو افتكر الموضوع ده فراح سافر الفلبين تاني وراح جاب كون سنيلز، هو اسمه اصلا جماعه باللاتيني كونس ماجنس، كونس جاي من كون اللي هو الشكل المخروطي، ماجنس لان يعتبر اصلا من الحاجات الايه اللارج سايز او بيج سايز كبيره. طيب هنا ببص الاقي الولد دوت بعد كده او العالم دوت جاب الكون سنيلز وبداوا يعملوا له اكستراكشن وبداوا يتعرفوا على المواد اللي موجوده فيه، لقوه المواد اللي موجوده فيها عباره عن ميكشر من بولي بيبتايدز، اهم واحد منهم كان عباره عن 27 امينو اسيد بولي بيبتايد، انا مش مطالب بستراكشرز برضو ولكن عباره عن امينو اسيدز ماسكه بعضها عباره عن 27 امينو اسيد اللي هو سموه جاما كونوتوكسين، لان اكتشفوا فيه الفا وبيتا وجاما والكلام ده كله. كون توكسين جاي من كون وتوكسين لانه يعتبر بويزنس بولي بيبتايد طبعا. فصلوا البولي بيبتايدز ولقوا ان ذا موست اكتف فيش بارالايزنج ايجنت هو حاجه اسمها جاما كون توكسين، وده بيتكون من المفروض 27 امينو اسيد. هنا قابلتهم مشكله عشان نبقى عارفين بس ان معظم الامينو اسيدز اللي موجوده في المخلوقات البحريه مش زي الانسان، احنا بيبقى عندنا الامينو اسيدز ال فورم او الايزومر موجود عندنا ال فورم، هنا في معظم المارين كرييتشرز اصلا يا جماعه بيبقى دي فورم، وبالتالي لو انا جيت يعني على سبيل المثال خدت انا هنا دي امينو اسيد بالنسبه للانسان مش هيحصل اصلا يا جماعه عمليه ميتابوليزم، وبالتالي هيحصل اكيوميليشن وبعد كده هيحصل توكسيستي. فهنيجي نقول دلوقتي ان هم صنعوا الكونوتوكسين اللي موجود عندنا دوت بس من ال امينو اسيدز مش من دي امينو اسيدز، عشان بعد كده لما يجوا يستخدموها عند الانسان ما تبقاش توكسيك. هو لقوا ان الجاما كونوتوكسين بصفه عامه ده بيأثر على الكالسيوم تشانل او الكالسيوم تشانلز اللي موجوده في النيورونز اللي موجوده في السباينال كورز
كارد، المفروض ان هو بيعمل لها بلوكينج. وهنشوف هنا دلوقتي يا جماعه، ادي الايه الفيرتبرال كولوم، هذه السباينال كورد اللي موجوده عندنا، وهبص الاقي موجود فيه نيورونز اللي موجوده سواء في قلب السباينال كورد او جايه من بره. المفروض ان هو مين اللي في السباينال كورد موجوده عندي فيه نيورونز. هنا في كالسيوم شانلز، الكالسيوم اللي موجوده عندنا لو فيه بيحصل ترانسفير كويس كنيورو ترانسميتر. هبص الاقي موجود عندنا الكالسيوم بينتقل من نيورون لنيورون سيل ثانيه، وبالتالي بيحصل اصلا بين ترانسفير وبيوصل للسباينال كورد، بيوصل للبرين، بيقول ان في الم. طب لو انا جيت هنا في الحاله دي استخدمت كالسيوم شانل بلوكر، اللي هو هنا في الحاله دي يا جماعه اللي هو الايه كونوتوكسين. كونوتوكسين لانه هو فيري سترونج كالسيوم شانل بلوكر في النيورونز اللي موجوده في السباينال كورد، خلاص مش هيبقى في كالسيوم ترانسفير من نيورون لنيورون، يبقى مؤكد ما فيش اصلا يا جماعه بين ترانسفير بعد كده، يبقى مؤكد ان انا كاني ما بحسش بحاجه خالص. هي دي فكره الجاما كونوتوكسين، ان انا بيحصل اصلا بلوكينج او بلوكج للكالسيوم شانلز، وبالتالي هبص الاقي موجود عندنا طبعا مفيش ترانسفير. هنا في دلوقتي لو ما كانش موجود عندنا اصلا كالسيوم شانل بروكر، في بيبقى موجود عندنا اللي هو الترانسفير بتاع الكالسيوم، وبيحصل ترانسفير للترانسميترز اللي موجود عندنا، وبالتالي بيحصل ترانسفير للبين زي ما احنا شايفين. يبقى انا لما استخدم الكالسيوم شانل بروكرز هبص الاقي مفيش طبعا اي ترانسفير للبين اللي موجود عندنا. هنا برضو ادي الكالسيوم شانل بروكرز، هبص الاقي بيقفل الكالسيوم شانلز، خلاص مفيش كالسيوم بينتقل، وبالتالي طبعا مفيش اي بين موجود عندنا. هي ودي نفس البرنسبل اللي موجوده عندي الخاصه بالجاما كونوتوكسين. الجاما كونوتوكسين بيدخل على الكالسيوم شانلز اللي موجوده في النيورونز اللي موجوده في السبانال كورد ويعمل لها بلوكينج، وبالتالي الكالسيوم مش هيبدا يعمل اصلا او ينتقل من نيورون لنيورون ثانيه، وبالتالي مش هينقل بقيه الكيميكال او الكيميكالز اللي موجوده عندنا اللي بتنتقل من نيورون لنيورون وبتنقل البين اللي موجود زي ما احنا عارفين اصلا. وبالتالي دي كالسيوم شانل بروكر في النيورونز اللي موجوده في السباينال كورد، بمعنى كده ان هي يعتبر اصلا بين كيلر بالعربي كده. البولي بيبتايد زي ما احنا شفنا من مده شويه اللي هو الشكل دوت. طبعا الحاجه الاولانيه عشان نكون عارفين يعني، هو في شركه امريكيه دلوقتي نزلت الكونوتوكسين دوت، بس عشان هم صنعوه من ال فورم امينو اسيدز مش من دي فورم، سموه اسم تاني خالص، سموه زيكونوتايد. زيكونوتايد اللي موجود عندنا دوت من الكاركترز بتاعته يا جماعه ان هو بيمنع البين ترانسفير، ده بالنسبه للانسان. هم صنعوه من ال عشان كده سموه اسم تاني، ده كمان مش سموه الزيكونوتايد، ده سموه براي الت كاسم تجاري. الفايل اللي موجود عندي فيها 20 مللي، كل مللي فيه 5 مايكروجرامز. الفايل ديت ثمنها $7000، $7000 دي بتستخدم اصلا يا جماعه كبين كيلر في حالات الكانسر، غاليه جدا. $7000 يعني حوالي 120000 جنيه لفايل واحده. الحاجه الاولانيه انا ما اقدرش اخد اصلا الايه الزيكونوتايد او البراي الت، ما اقدرش اخده باي انجيشن او اورال، لان الوليبوتايد هيكسر بسهوله جدا. الحاجه الثانيه ده عشان ثمنه غالي جدا يا جماعه، المفروض ان هو بيتاخد باي انتراثيكال انجكشن، يعني بتحقن في السباينال كورد. طبعا هيبقى دايركت اكتنج، يعني اول ما احقن البراي الت في السباينال كورد خلاص لقى التارجت بتاعه، هيبدا يعمل بلوكنج للكالسيوم شانلز في السباينال كورد، مفيش بين ترانسفير، لانه غالي جدا. لو انا حقنته انتروفينوس يبقى مؤكد في الحاله دي ان هيحصل لوس اذر اورجنز. طبعا انا مش عايز الكلام ده، انا عايز السباينال كورد هو بس اللي يتاثر، عشان كده انا بحقنه اصلا في السبايرال كورد او انترا ثيكال انجكشن. ده بالنسبه للاكزامبل من الاكزامبلز اللي طلع لي مارين فارماسيوتيكالز، وهنتكلم عن اكزامبلز كتير تاني برضو بعد كده. البرانش الثالث اللي موجود عندنا اللي هو المارين كيميكال ايكولوجي. المارين كيميكال ايكولوجي هو الانتر اكشن بتوين الاورجانيزمز وبعضها، او المارين كريتشرز وبعضها. بناخد اكزامبل بس النهارده، ولكن بعد كده هنناقش حوالي 6 او 7 اكزامبلز، وكلهم بنطلع منهم ادويه برضو جماعه. في سنه 1983 كان في واحد اسمه جون فولكنر، كان شغال في جامعه كاليفورنيا، جاب حاجه اسمها نودي برانكس. نودي اللي هي بيسموها نيكد، يعني ايه نيكد؟ يعني معلش شيل بالعربي كده، او معلش قوقعه او صدفه. البرانكس جاء من برونكاي مثلا،
اللي هي تعتبر اصلا بيسموها الايه هنا الجلز او الخياشيم، فبيسموها معرات الخياشيم، لان المفروض ان هي خلاص كان هم متصورين كده ان كان قبل كده دي موجود عليها شل، اتشال الشل اللي موجود عندي دوت. لو جينا بصينا بعد الحاجه الاولانيه، جون فولكنر جاب نودي برانكس بدا ياخد الجات بتاعتها او الجي اي تي، بدا يعمل لها اكستراكشن وبدا يتعرف على الكومباوندز اللي موجوده ايه جوه الجات. فصل حوالي تقريبا حوالي 20 كومباوند بولي هالوجينيتد مونوتربينز. البولي هالوجينيتد مونوتربينز دول لو انا جيت جربتهم على براين شريم هبص عليهم يعني سترونج ليزل او سترونج فيتال، يبقى مؤكد في الحاله دي اصلا يا جماعه ان هي التوكسيستي بتاعتها عاليه جدا. قالوا ايه علماء اللي هم بتوع الايفولوشن يعني او التطور، جم قالوا ايه، قالوا اه والله ده النودي برانكس ديت احنا كنا بنقول زمان ان هي كانت المفروض ان هي سنيلز او مولاسكس، بس جه في اثناء عمليه التطور شالت الشيل بتاعتها وتحولت اصلا لنود، ما بقاش عليها شيل. فهي كانت بتحمي نفسها زمان بالشيلز، دلوقتي هتحمي نفسها بايه؟ هتحمي نفسها بحاجات تفرزها هي عشان تدافع بيها عن نفسها. هي دي فكره التطور بتاعتهم. جم بعد حوالي 3 او 4 سنين الناس اشتغلت على نوع من انواع الريد الجي اللي هو حاجه اسمها بلوكيميا يعني. فبداوا يفصلوا نفس الكومباوندز اللي موجوده عندنا هنا اللي كانت موجوده قبل كده في النودي برانكس. فجم قالوا اه والله ده المفروض ان الريد الجي اللي موجوده عندنا دي اللي هي البلوكيميم بتفرز المواد ديت عشان مش طول النهار النودي برانكس اللي موجوده عندنا تبدا تاكل في الريد الجي اللي موجوده عندنا، فهي بتدافع بيها عن نفسها بحيث انها بتقلل نسبه اهلاكها او نسبه الاكل الخاص بها يعني. فبعد كده طبعا اتعرف ان الريد الجي هي اللي بتطلع البولي هالوجينيتد مونوتربينز مش النودي برانكس، وبناء عليه نظريه التطور بتاعتهم وقعت يعني. هو ايه اللي يهمني انا من الكلام دوت؟ اللي يهمني ان انا هنا دلوقتي لو في ماده بتفرز عن طريق نوع من انواع الاورجانيزمز عشان تدافع بيها عن نفسها من اورجانيزم تاني، طب يبقى مؤكد ان هي بتفرزه بلارج دوز او بيبقى موجود فيها بلارج دوز، وبالتالي لما يجي النودي برانكس تيجي تاكله تموت. يبقى معنى كده ان هنا بتموت ليه؟ لان في لارج دوز. يبقى انا لو قللت الدوز ديت طب انا ممكن الكومباوند ديت تبقى ايه لها فارماكولوجيكال اكتيفيتي او لها ميديسينال يوز، وده فعلا اللي احنا ايه عملناه. انا بالنسبه لي يعني قلناها قبل كده ان انا يعني فصلت اربعه كومباوندز من البولي هالوجينيتد مونوتربين كومباوندز وكان لها فيري سترونج سايتوتوكسيستي على الكانسر سيلز وخصوصا البريست كانسر سيلز، لانها تعتبر اصلا انت هي لا بتشتغل بميكانيزمز مختلفه. احنا المهم يعني لقينا ان في كومباوند من الكومباوندز اللي موجوده عندي دي يا جماعه اللي هي البروميناتد هالوجينيتد مونوتربين دي مور اكتف ذان التاكسول 5 تايمز. بتعمل ايه؟ بتقتل خلايا السرطان الخاصه بالبريست كانسر، ده بالريزيستنت بريست كانسر كمان. يبقى معنى كده ان انا ممكن استفيد من علاقه اورجانيزم باورجانيزم ثاني ان هو بيحاول يقتله بسيرتن كيميكال، طب انا ممكن اخد الكيميكالز دي واشوفها بتشتغل ازاي وبعد كده ممكن احولها لدواء، سواء باني اقلل الدوز او اعمل موديفيكيشن ان انا اقلل التوكسيستي وازود الفارماكولوجيكال اكتيفيتي بتاعته. الحاجه الاخرانيه اللي موجوده عندنا هنا النهارده في المارين ناتشرال برودكتس اللي هي المارين بايو تكنولوجي، بمعنى كده ان المارين كيميكال ايكولوجي انا ممكن استفيد منه ان انا اطلع مارين دراجز زي ما شفنا من مده شويه اللي هو البولي هالوجينيتد مونوتربين مور افكتيف ذان التاكسول 5 تايمز، ودي هيبقى بعد كده في المستقبل ان شاء الله هيبقى في دواء منهم. طيب المارين بايو تكنولوجي اللي موجود عندي هنا ده المارين بايو تكنولوجي اللي موجود هنا زي ما احنا شايفين كده. يعني ايه مارين بايو تكنولوجي؟ هنتكلم عليها دلوقتي. ان انا ممكن الحاجه الاولانيه باخد الجين كلاستر اللي هو مسؤول عن البايو سينسز بتاع سيرتن كومباوندز وانقلها في ايكولاي زي ما حصل في الانسولين كده يا جماعه، هنتكلم دلوقتي عليها. انا لو جيت بالنسبه لاول حاجه موجوده عندي كان في نوع من انواع السبونج اسمه هالي كوندريا، هالي جاي من هالايد اللي هي السولت اللي هي لانه بينمو في البحر، فهالايد يعني سولتي بالعربي كده يا جماعه او هالي يعني سولتي، كوندريا اللي هي الويت جرينز. هم ليه يعني بيشبهوها او هم شبهوها بالويت جرينز وقالوا كمان ان هي حاجه اسمها بريد شرامبس، البريد يعني خبز وشرامبس يعني فتافيت كده بيبقى موجود في قاع البحر زي فتافيت او الخبز. المفروض اليابانيين جم اشتغلوا على الهالي كوندريا فصلوا كومباوند المولوكولاي بتاعه كبير قوي بولي ايثر اكسجين كربون وبعد كده كربون اكسجين كربون وكربون اكسجين كربون كربون اكسجين ده بولي ايثر اصلا يعني.
البولي ايثر كومباوند اللي موجود عندنا ده سموه هاليكوندرين، لقوا ان هو ليه فيري سترونج اكتيفيتي على الكانسر سيلز كانتي ميتوتيك. يعني انا لو جيت بصيت بالنسبه هنا للانتي ميتوتيك دراج اللي موجود عندي اهوت، هنشوف المفروض ان هو بيشتغل كانتي ميتوتيك، بيمنع اصلا الديفيجن بتاع السيلز كانسر سيلز، وبالتالي بيمنع اصلا المالتيبليكيشن بتاعه الايه السيلز اللي موجوده عندنا، وبيمنع الجروث الخاص بالتيومرز. فجم قالوا اه ده الكومباوند ده الاستراكشر بتاعه كبير قوي، طب احنا ممكن نعمل ايه دلوقتي؟ قاموا جايين قايلين ايه، طب الاستراكشر كبير، طب احنا ممكن نفصل الجين كلاستر بتاعه من الاسبونج بحيث ان احنا ممكن ننقله بعد كده لايكولاي او لييست ونطلع منه الايه الهاليكوندريا، او نطلع من الييست او نطلع من الايكولاي الهاليكوندريا. جم يفصلوا الجين كلاستر من الاسبونج ما لقوش فيه جين كلاستر. يبقى معنى كده ان اللي مسؤول عن البرودكشن بتاع الهاليكوندرين مش هي الايه الهاليكوندريا. بداوا يعملوا كالشرنج للميكروبس اللي بتعيش على الهاليكوندريا، لقوا ان في سيرتن تايب من المايكرو اورجانيزمز هي دي اللي فيها الجين كلاستر الخاص بالهاليكوندريا. وبعد كده الهاليكوندريا على فكره يا جماعه انتجوه او موجود دلوقتي في الصيدليات على دواء اسمه اريبيولين. الريبيولين ده بيستخدم في البريست كانسر، فيري سترونج انتي ميتوتيك كومباوند برضه عشان نكون عارفين. يبقى انا كده المريم بايوتكنولوجي الحاجه الاولانيه انا ممكن اتعرف هل الاورجانيزم ده هو المسؤول عن البرودكشن او هو اللي بيصنع او بيعمل بايو سينسز للكومباوند دوت باني بفصل الجين كلاستر. لو لقيت ان الكومباوند دوت مش مفهوش جين كلاستر في قلب الاورجانيزم، بمؤكد ان الاورجانيزم ده مش هو اللي بيفرز او مش هو اللي بيعمل بايو سينسز او بيصنع الكومباوند اللي موجود عندي. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، طب انا لو فصلت الجين كلاستر ما انا ممكن انقله لييست طبعا يا جماعه، وبعد كده طبعا زي ما احنا عارفين الييست او الايكولاي تبدا تطلع لي الكومباوند. واحنا هنا بنصور اصلا البايوتكنولوجي بان شخص كسول وبيحلم، مجرد بياخد الجين كلاستر اللي موجود عندي هنا بينقله بعد كده على هبص اشوف هنا بالطريقه دي كده يا جماعه. ده بالنسبه للبروتين سينسز. البروتين سينسز هنا عشان نكون عارفين، لو احنا فاكرين في البايو كيمستري زمان دي سيل هيبقى موجود عندنا السيل ممبرين بالشكل دوت. لو انا دخلت من بورز موجود عندنا هبص الاقي فيه اصلا السيتوبلازم والسيتوبلازميك اورجانيلز هدخل على النيوكليوس. النيوكليوس اللي موجود عندنا فيه نيوكليار بورز زي ما احنا شايفين، هدخل بعد كده على كروموزومز. كروموزومز اللي موجود عندنا طبعا زي ما احنا فاكرين يا جماعه دي بتبقى عباره عن ايه، يعني فيري لونج تشينز من الدي ان ايه، متشال على حاجه اسمها هيستونز. الدي ان ايه اللي موجود عندنا دوت لو انا خدت جزء منه بيصنع لي نوع من انواع البروتين او كومباوندز، ده بسميه جين كلاستر. ادي هو الجين مثلا كمثال، الجين دوت لما اي سيل بتحتاج زي ما احنا شايفين اهو، هيبقى موجود عندنا طبعا الدي ان اي بوليمريز. الدي ان اي بوليمريز هيجي يبدا يعمل لي فوركنج للدي ان اي اللي موجود عندنا، ويبقى في بيزس موجود عندنا. هبص الاقي موجود عندنا طبعا بيبدا يتصنع شبكه ثانيه او جزء ثاني او الجزء بتاع اللادر يعني اللي خاص بالدي ان اي ده. انا هنا بيبقى موجود عندنا اصلا زي ما احنا ميسنجر ار ان اي. يبقى انا كده عمليه ترانسكريبشن. ترانسكريبشن هنا بيديني ميسنجر ار ان اي. الميسنجر ار ان اي بيحصل له تريمنج وبعد كده هيطلع بره لمين؟ اهو حصل تريمنج، ويعني بالطريقه دي كده هيبدا يطلع بره النيوكليار بور مره ثانيه زي ما احنا شايفين كده يا جماعه. بعد كده هيبدا يوصل للرايبوزومز. هيوصل للرايبوزومز. الرايبوزومز اللي موجوده عندنا طبعا هتبدا تقرا الميسنجر ار ان اي اللي موجود عندي دوت. الريبوزومز طبعا دي هي مسؤوله عن تصنيع البروتين. بمعنى كده ان هيبقى موجود عندنا هنا في حاجه اسمها ترانسفير ار ان اي. ترانسفير ار ان اي دوت بيبقى كل واحد منهم شايل امينو اسيد معين، بيتقلد المسنجر ار ان اي فبيجي موجود عندنا ترانسفير ار ان اي بينقل لي امينو اسيدز، ويحصل لينكينج اصلا يا جماعه للامينو اسيدز، ويكون لي حاجه في الاخر خالص اللي هي البوليبيبتايدز او البروتين زي ما احنا شايفين كده اهو. امينو اسيدز امينو اسيدز امينو اسيدز بيحصل لينكينج اصلا، وهيديني في الاخر خالص يا جماعه نوع من انواع البوليبيبتايدز، او لو كبرت قوي هتبقى بروتين يعني. يبقى معنى كده ان البروتين اللي موجود عندي هنا اتصنع في السيتوبلازم دوت
ده كان ليه ميسنجر ار ان اي، والميسنجر ار ان اي كان مقري من الدي ان اي، والدي ان اي بارت اللي موجود عندي ده كان اسمه جين. يبقى معنى كده ان في جين مسؤول عن البايوسينسس بتاع البروتين اللي موجود عندنا دوت يا جماعه. يبقى انا لو فصلت الجين كلاستر اللي مسؤول عن السينسس بتاع البروتين ونقلته في اي حاجه تانية في ايكولاي او في يست، ما هيصنع لي نفس التايب بتاع البروتين اللي موجود عندنا، هيصنع لي نفس الكومباوندز بالعربي كده. يبقى معنى كده ان المارين بايوتكنولوجي انا ممكن بتعرف بيها على الحاجه الاولانيه، هل الاورجانيزم دوت فيه جين كلاستر فهو اللي بيبقى مسؤول عن البايو سينسز بتاع الكومباوند، والحاجه الثانيه ده لو انا فصلت الجين كلاستر ممكن انقله زي ما حصل في الانسولين كده يا جماعه، بنقل الجين كلاستر لايكولاي او ييست بتطلع لي الكومباوند اللي موجود عندنا طبعا. اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده في المحاضره اللي هي المارين كرييتشرز، وانا يهمني التوكسونيم بتاع المارين كرييتشرز في ايه يعني كصيدلي، وانا يعني مش عايز اتعب نفسي، ولكن في بيزكس لازم اكون عارفها اصلا يا جماعه، لان كل جروب من الجروبس بتاعت المارين كرييتشرز بيبقى فيها سيرتن تايبس من الاكتف كومباوندز. يعني مثلا على سبيل المثال الالجي، لو انا موجود عندي جرين الجي ده مين اللي بتبقى فيها ستيرولز؟ الستيرولز ما تهمنيش بحاجه. طب لو في ريد الجي يعني مين اللي بيبقى فيها هالوجينيتد مونوتربينز وبعض الفينول كومباوندز؟ طب في نوع تاني من الالجي في نوع تاني من اسمها بلو جرين الجي، ده بيبقى فيها حاجه اسمها بولي بيبتايدز، ودي بتبقى مين اللي من الحاجات البروميزنج اللي فيها فارماكولوجيك او لها فارماكولوجيكال اكتيفيتيز. السبونجز السبونجز معلش هو مين اللي بتبقى حاجات اصلا يا جماعه تيربينويدز وممكن يبقى فيها فينول كومباوندز. طب الكورالز دي ستيرويدال كومباوندز وتيربينويدال كومباوندز. الملاسكس بولي بيبتايدز. النودي برانكس بولي بيبتايدز. تونيكيتس الكالويدز. الكينوديرمز يعني لحد ما فيهاش حاجه. البرايزون دي موجود فيها اللي هي الحيوانات الحساسيه دي موجود فيها بولي بيبتايدز. السولنتريتس او ممكن الامريكان بينطقوا كولنتريتس والبريطان بينطقوا كولنتريتس، الامريكان بينطقوا سولنتريتس اللي هي الجوف معويات اللي منها الجيلي فيش. ده مين اللي بيبقى موجود فيها اصلا عشان نبقى عارفين يا جماعه؟ بولي بيبتايدز برضه. المايكرو اورجانيزمز لا دي بقى هي فعلا من الحاجات اللي فيها حاجات كتير قوي، يعني ممكن الاقي فيها بولي ايثرز، ممكن الاقي فيها انتي بايوتكس كبولي بيبتايدز كاكزامبل يعني، او امينو جلايكوسايدز حتى كمان يعني. فيبقى معنى كده ان انا كصيدلي او كعالم ساينتست في الفارماسيوتيكال ساينسز وانا رايح اجمع عينات عشان اخد منها بايو اكتف كومباوندز، يبقى الى حد ما ابقى رايح عارف ايه اللي موجود عندي. هنفترض ان انا شفت موجود عندي جرين الجي تحت، هل هجمعها؟ لا يعني مش مستاهله. طب لقيت فيه نودي برانكس موجوده قدامي، ده انا ممكن بقى فعلا انا عارف انها فيها حاجات بروميزنج فيها بولي بيبتايدز بكميه كبيره قوي. طب لو انا لقيت موجود عندنا مثلا كاكزامبل يا جماعه تونيكيتس، ده التونيكيتس من الحاجات برضو اللي يعني فصلوا منها الكالويدز كتير، والالكالويدز لها فارماكولوجيكال اكتيفيتيز. يبقى معنى كده ان انا بصفه عامه يا جماعه مجرد بس ببقى عارف الاوت لاينز بتاعت المارين تاكسونومي والبايو اكتف كومباوندز اللي موجوده في كل جروب هي ايه، عشان لما انزل اعمل دايفنج واجي اجمع عينات يبقى عارف انا بجمع ايه وايه الحاجات البروميزنج، ما اجمعش اي حاجه واجي واسيبها واجي يعني. شكرا.